الوليد إليتشي الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 19، ونشاهدنا كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي انتهت يعني كذلك تعادل هدفين لهدفين في كل شبكة رغم نقص العددي من البلد الوليد، لكن كانت المباراة مباراة كانت شيقة، وجعلنا تعديل النتيجة من جانب البلد الوليد عن طريق خوكين في الدقيقة 89، يعني بعد ما كانوا منهزمين بهدفين لصفر في الشوط الأول من جانب إليتشي، يعني جينسون اللي سجل هدفين في الدقيقة 9 الدقيقة 43 الشوط الأول، وين نقولوا باللي البلد الوليد وين كان منهزم بهدفين لصفر، هذا الشوط الثاني وين نقولوا باللي وين نقولوا تحركت البلد الوليد وعدلوا النتيجة في الدقيقة 71، وين ألفونسو اللي سجل الهدف في الدقيقة التقليص في الدقيقة 71، خوكين الذي عدل النتيجة في الدقيقة 89، يعني كانت المباراة مباراة وكانت شيقة رغم أن كانت المباراة متكافئة، إليتشي وين دخل بخطة 4-5-1، يعني نقولوا باللي لعبوا على الجزيئات صغار، وين شاهدنا كيفاش كانت جزيئات صغار، ونقولوا بلي الإليتشي اللي لعب طريقة دفاعية وين صعب المأمورية أمام بلد الوليد اللي لعب خطة 4-3-3، يعني سيرجيو من جانب البلد الوليد اللي دخل بهذه الخطة، شاهدنا كيفاش خوري الميريون المدرب تاع إليتشي اللي دخل بخطة 5-4-1، يعني وين صعب المأمورية على البلد الوليد، يعني شاهدنا كيفاش كانت المباراة، مباراة وين شاهدنا جوردان في الحراسة تاع البلد الوليد، لويس شاهدنا خوسي شاهدنا كيفاش كيكي روبن فابيان شون أوسكار، يعني كانت نقولوا بلي إليتشي وين إدغال الحارس هذا اللي لعب دور كبير رغم أنه تلقى هدفين، لكنه لعب دور كبير في النتيجة، أنطون كذلك في الدفاع، أنطونيو جونسيم سانجيز شنا جوهان جونسيم كذلك راؤول شنا إيميليون لوكاس ميلا، يعني كانت نقولوا بلي كانت المباراة كانت شيقة، خاصة وين نقولوا بلي إليتشي اللي يحسن طريقة الدفاع، يعني خطة الدفاع وخاصة بخمسة 4-1 ويلعبوا على الكرات المرتدة وين شكلت خطورة خاصة من جانب اللعاب ميلان اللي خاصة لوكاس اللي خرج في الدقيقة 86، راؤول كذلك، يعني اللاعبين عند في كيما نقولوا حنا بلد الوليد وين إليتشي وين ما عطاوش فرص خاصة في الشوط الأول، ما خلاوش مساحات للفريق الخصم يعني في البلد الوليد، هذه هي وين انتهت يعني كيفاش انتهت المباراة، مباراة لك اللي كانت شيقة، وجدنا هدفين لهدفين، روكي الذي خرج في الدقيقة 90 بطاقة حمراء، هذه هي الجولة 19 البلد الوليد هدفين، إليتشي هدفين في الدور الإسباني الدرجة الأولى، صعيدو.